أكيد الكل مثلي ملاحظ كيف تغيرت نظرتنا للحياة وأساسياتها عن نظرة آبائنا وأجدادنا. عباراتهم الشهيرة للتعبير عن الرفاهية آكل شارب نايم في زمننا صارت مليئة بالتفاصيل. آكل صحيح ما نقدر نعيش بدون أكل، بس صرنا نقلب المنتجات في السوبر ماركت، نقرأ القيمة الغذائية والكالوري عشان نختار منها اللي يناس النظام الصحي اللي نتبعه. شاربين بس نبحث عن مصدر الموية ونتفنن في مشروباتنا ومكوناتها المستوردة وكمية المراحل اللي مرت فيها حبة القهوة عشان تكون بهذا النكهة الغنية. حتى نومنا صرنا ندقق في نوعية ريش المخدة ونوعية المرتبة وقماشة المفرش كم عقدة، كيف شكل غرفة نومي وصالتي ومكان استقبال الضيوف، النسقة مثل لو كنا مصممين ديكو، هذا إذا ما استعنا بخدماته. تقريبا كل شيء صرنا واعين فيه إلا حياتنا وحياة أحبابنا وكيف نحمي ممتلكاتنا الفارهة. غير طبيعي عندنا نشوف مطبخ جميل مهتم فيه بكل تفاصيل إكسسواراته، بس ما في بطانية إخماد في حال اشتعل الزيت. عادي تدخل بيت منسق بعناية وأثاث وتحف غالية بس ما في طفاية حريق. ليش التهاون؟ كلنا عارفين إنه لو اشتعل فيش كهرباء ومسكت النار في الستارة في 5 دقايق ممكن تكون الغرفة كاملة محترقة. أعتذر على كلامي بس هذا واقع مخلوق النار. في اللحظة اللي بيكون فيها هذا المنظر قدامك راح تتذكر كلامي وراح تتذكر ضغطة إصبعك وإنت تحاول تهرب من هذا الكلام اللي في نظرك متشائم. وقتها بتكون مستعد تدفع أي شيء مقابل أن الطفاية تكون بيدك في هذه اللحظة وتسيطر على الوضع، وبتتمنى لو رفعت الشاشة واشتريت لعائلتك هذا البوكس اللي قيمته أقل من فاتورة وجبة أكلتوها في مطعم سوا. الله لا يجيب ساعة الندم. حماية أهلك وعائلتك أولوية قبل الرفاهية.